الجولاني قال نحن بيدنا قرار السلم والحرب. معناته انت يا جولاني قادر انك تفتح معركة، وقادر طبعا انا بكون قادر وصاحب قرار سلم وحرب، معناته عندي القوة اللي بتمكنني اني افتح معركة، وعندي القوة اللي بتمكنني اني انتصر. وين نصرك اللي وعدت فيه؟ ما جئنا الا لنصرتكم. ما هو قالوا هذا كلام الى الان غير صحيح. ما جئنا الا لنفرغ جيوبكم، ما جئنا الا لنسكنكم في الخيام، ما جئنا لنصرتكم، ما جئنا لنصرتكم. والله لو جئنا النصر كان حققوا العدل بيناتنا. هاي الضرائب اللي عم تفرض على الشعب، لكن الشعب جاي عايف حاله. انت عاش عم تفرض ضريبه على السياره، وعم تفرض ضريبه على المحل، وعم تفرض ضريبه على لكن يمكن على النفس عم تفرض ضريبه كمان. في تاريخ الثورات ما حصل في تاريخ ثوره من الثورات ان تشكل حكومه. الحكومه تكون في حاله استقرار، بيصير عندك رئيس حكومي، بيصير عندك وزراء، بيصير عندك مؤسسات. طيب انت مالك حاكم غير اربع حفاف وزيت ومتين؟ عشو عامل حكومي؟ ان كان حكومي مؤقت، ان كان حكومي مؤقتي، وان كان حكومه انقاذ. الكلام على التنتين حتى ما حد ياخذ على خاطره يعني ويقول ليش ذكرت وما ذكرت الثاني. كل الحكومات كاذبه. اللي بده يشكل حكومة فعلا بيخدم على الشعب، بيخدم على الشعب. مظالم، بس واحد يطلع يحكي كلمة زدتوه في السجن. ليش خيي؟ ليش خيي؟ ليش؟ تمنع على 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 بشار الاسد لاجل الظلم، ومنقوم على الجولاني، ومنقوم على سليم ادريس، ومنقوم على احرار الشام، ومنقوم على فينق الشام، ونقوم على كل فصيل بيتعدى على هذا الشعب. لا تضلوا ساكنين في الخيام يا اخي.